أحسن الله إليكم. ما حكم من شكت أنها تسببت في موت طفلها؟ ما يكفي الشك، الشك ما يبنى عليه شيء. إذا كانت نامت عليه وخنقته أو تركت الثدي في فمه ونامت فهي متسببة، يكون هذا قتل خطأ، يكون عليها الكفارة، يكون عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين. نعم.